أوصى المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في ختام أعمال دورته الخامسة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضرورة الاهتمام باللغة العربية السليمة وضرورة احترام الاتصال الحكومي لحقوق الإنسان. كما شهد ختام المنتدى إعلان جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى ترسيخ الممارسات المهنية في مجال الاتصال الحكومي في دولة الإمارات ودول الخليج العربي. الكوارث الطبيعية والإنسانية من إدارة الأزمات إلى التواصل الاستراتيجي، بهذا العنوان جاء ثاني أيام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ليؤكد المتحدثون من خلاله أهمية الجلوس على طاولة حوار واحدة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي يمر بها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص. هذا المنتدى مفيد جدا أن نلتقي ونتباحث ونعطي الناس فرصة للمعرفة، وأن هذا المنتدى يتمتع بالانفتاح بشكل غير متوقع. من المهم جدا مناقشة المواضيع والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة. نحن نعيش في عولمة كبيرة، فما يحدث في البحرين له صلة بما يحدث في أندونيسيا مثلا، وكذلك الأفكار القادمة من أيرلندا وأسبانيا تجد لها أهمية لدينا. من المهم عقد مثل هذا المنتدى لأننا نتحدث عن الحكومات تلتقي بوسائل الإعلام على اختلافها، ونتحدث عن التحديات التي نواجهها ونبحث عن اتصال أفضل مع الجميع. المنتدى خرج بالعديد من التوصيات كضرورة الاهتمام باللغة العربية السليمة وتغيير مسمى إدارات الاتصال الحكومي إلى إدارات التفاعل الحكومي، إضافة إلى ضرورة احترام الاتصال الحكومي لحقوق الإنسان وأهمية تمكين المرأة. 5 سنوات إلى الآن، يعني هذه السنة الخامسة، كل المخرجات وكل التوصيات التي خرجت من المنتدى طبقت في إمارة الشارقة. على سبيل المثال جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، وحدة الاتصال الحكومي، كل هذه الأشياء كانت إحدى مخرجات المنتدى. فنحن اليوم إن شاء الله راح نعلن عن التوصيات وراح إن شاء الله نطبقها في إمارة الشارقة بحيث نرتقي في الاتصال الحكومي. وإلى جانب توصيات هذا المنتدى أتى الختام اليوم ليعلن عن تفاصيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى ترسيخ الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي. الفائز هو تحتوي الجائزة على فئات تتعلق بممارسات الاتصال الحكومي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة تتعلق بالشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي في الوطن العربي، وفئة أخرى تتعلق بالريادة الإعلامية العربية. كثير مرتاح على النتائج اللي طلعت، لأنه طلعت عن دراسة وافية. نحن عندنا كمان استقصاء، عندنا لجنة استقصاء تتأكد من كل المشتركين واللي قدموا ومصداقية مشاريعهم. المنتدى الدولي للاتصال الحكومي جاء هذا العام ليؤكد ضرورة فتح قنوات الاتصال بين الجماهير والحكومات، على اعتبار أن مصلحة المواطن يجب أن تقع على رأس سلم الأولويات بالنسبة للحكومات. سارة البدري لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين الشارقة.